معنا الدبلوماسية الصحراوية ماء العينين لك حل. مرحبا بك سيدي. دعني أسأل في البداية عن مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية في اجتماعات ولقاءات الشراكة للاتحاد الأفريقي بما فيها قمة تيكاد، ما رمزيتها الدبلوماسية وكيف يمكن جعلها منبرا آخر للدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير؟ بداية شكرا جزيلا على تسليط الضوء على هذه الفضيحة إذا أردتم التي ارتكبها يعني من يسمون أنفسهم دبلوماسيون في حين هم أثبتوا أنهم مجرد بلطجية جاءوا إلى اجتماع دولي، اجتماع شراكة مع عدد كبير يعني بحضور كل الدول الإفريقية التي يحق لها المشاركة ومشاركون دوليون، وكشفوا عن الوجه الحقيقي لنظام الاحتلال الذي العاجز عن مواجهة حقيقة وجود الجمهورية الصحراوية كحقيقة قائمة إفريقيا ودوليا. مشاركة الجمهورية في اجتماعات الشراكة اتكاد وفي اجتماع شراكة الاتحاد الإفريقي للاتحاد الأوروبي وفي شراكة الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، هذه حق من حقوق الجمهورية الصحراوية لكونها دولة عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي. يحاول المغرب دائما عبر يعني أساليب ملتوية وعبر الرشاوة وعبر محاولة إفساد من يمكن إفساده عرقلة المشاركة الصحراوية في مثل هذه اللقاءات، ولكن في كل مرة يفشل نظام الاحتلال في إرغام الاتحاد الإفريقي على الخضوع لإملاءاته ولضغوطاته. هذه المشاركة في التيكاد تذكرون أنه وسائل إعلام الدعاية المغربية في شهر يوليو الماضي ادعت بأن الجمهورية الصحراوية لن تتمكن من المشاركة في أي اجتماع للشراكة وخاصة في التيكاد، وهذا المشاركة الصحراوية الآن كذبت هذه الدعاية. هذا ما أثار حفيظة الدبلوماسيين المغاربة على ما يبدو. نعم السيد ماء العينين، يلجأوا إلى مثل هذا الأسلوب. نعم شاهدنا ما حدث اليوم من اعتداء جسدي طال مندوب الجمهورية الصحراوية من طرف نظيره المغربي. السؤال، إلى أي مدى تعكس هذه الممارسات حقيقة الاحتلال المغربي وفشله الدبلوماسي في مواجهة البوليساريو؟ يعني هذه لقطة كارثة، هذه لقطة فضيحة بكل المقاييس، ليس فقط لنظام الاحتلال المغربي، للاتحاد الإفريقي وكل الدول المشاركة سواء كانت لديها علاقات مع الجمهورية الصحراوية أو لا، يعني سوف يعني تندد وتستنكر هذا التصرف الذي لا يمت بصلة لأبسط قواعد يعني الأعراف الدبلوماسية. هذا اجتماع دولي وشركاء الاتحاد الأفريقي جميعا حاضرون، وبهذه الممارسة المغرب يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي بأن الدول الأفريقية يعني الدبلوماسية الأفريقية دبلوماسية بلطجة، دبلوماسية يمكن أن تسمح لدولة من الدول بأن تعتدي جسديا على مشاركين في اجتماع دولي. هذه فضيحة بكل المقاييس، ولكنها تعكس نوعا ما فشل يعني الأزمة التي يعيشها الاحتلال المغربي الذي يسوق انتصارات وهمية إلى رأيه العام في حين أنه يعجز عن حرمان الدولة الصحراوية من الحضور في كل المحطات التي يحق لها. في هذه النقطة بالتحديد، إلى أي مدى تنسف مشاركة الوفد الصحراوي في اجتماعات تيكاد وقممها مزاعم الاحتلال المغربي؟ والله الاحتلال قال في شهر يوليو بأنه نجح، يعني المغرب نجح في منع الجمهورية الصحراوية من حضور الشراكات. الآن بحضور الممثل الجبهة الدائم لدى الاتحاد الأفريقي في هذه الشراكة، الرسالة واضحة، الرسالة تقول بأن الاتحاد الأفريقي لم يخضع لضغوطات المغرب، بأن الدولة الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد ولديها كل الحق في المشاركة في أي شراكة ينظمها الاتحاد أو يساهم في تنظيمها. طبعا هناك شراكات يعني خارج إطار الاتحاد لا تعنينا في شيء، ولكن كل الشراكات التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي لن يتمكن المغرب
من حرمان الدولة الصحراوية المشاركة فيها. هذه هي الرسالة. الرسالة الثانية هو أن الجمهورية الصحراوية مصرة على الحضور ومصرة على انتزاع حقها.